يوم جديد من شهر رمضان الكريم ومع سؤال جديد. النهارده انا هتكلم عن الاطفال. الحقيقة الاطفال هم اهم شيء في دنيتنا. جات لي ام، الام بتقول لي انا ابني 6 سنوات بيعاني بصعوبه في عمليه الاخراج. الحقيقة الام مكمله، ابنها متعود على الفاست فود والاكل السريع. طبعا نصيحتي ليها ان ابنك اللي بيعاني بالم في الشرج ممكن الموضوع يكون بسيط جدا، ممكن يكون لسه في اوله، ممكن جدا مع كشف سريع في عيادات متخصصه. نصيحتي لهذه الام ونصيحتي لامهات مصر كلها لابنائهم، الموضوع بسيط، الموضوع بسيط، ممكن يكون شرخ شرجي محتاج بعض الادويه وتنتهي الموضوع تماما، وممكن يحتاج حقنه بوتوكس وما نضطرش لاجراء عمليه. ليه ناخر التشخيص؟ ليه ناخر التشخيص والكشف وكل النتيجه دي شرجي بواسير تؤدي في الاخر العمليه؟ ليه ابن حضرتك يبقى عليه علامه حتى لو بالليزر؟ اسئلتكم مهمه، اسئلتكم بسيطه واجابتها ابسط. وكل سنه وانتم طيبين ودمتم بخير ورمضان كريم. دمتم بخير مع الدكتور وائل متولي. هذه الحلقات برعاية عيادات لينو كلينيك.